اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجوله جوله جديده من الان نستعرض فيها ومراسلينا اخر التطورات في محافظات مصر بخصوص تفشي فيروس كورونا والاجراءات المتخذه ل التعامل مع تفشي الفيروس فالبدايه ينضم الي زميلي محمد بهاء وساريه ياسين محمد وساريه اهلا بكما والبدايه مع الزميل محمد والذي سيطلعنا على استمرار العمل في مشروع الاسكان الاجتماعي في العاشر من رمضان وسط اتخاذ الاجراءات الاحترازيه والوقائيه من فيروس كورونا اليك محمد اطلعنا على المزيد من التفاصيل تحياتي لك فيروز وتحياتي بالطبع للسادة مشاهدي أكسترا نيوز من محافظة الشرقية وبالتحديد من مدينة العاشر من رمضان حيث مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة والذي يتضمن نحو 57 ألف وحدة سكنية بواقع 2800 عمارة سكنية على آية حال تفاصيل أكثر حول اه النسب الإنجاز في مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان والإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال لقائنا مع ضيفنا الكريم المهندس خالد شاهين وهو رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان كل تحية لك باشمهندس خالد على شاشة أكسترا نيوز يا أهلا وسهلا فندم منورين العاشر من رمضان أهلا يعني بداية خلينا نتعرف من حضرتك حول نسب الإنجاز في مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان نعلم أن احنا نقف في جزء من أجزاء هذا المشروع حي الأندلس خلينا نعرف بالتفاصيل أكثر حول المشروع حي الأندلس والإسكان الاجتماعي في مناطق أخرى مدينة العاشر من رمضان الحمد لله واخدة المركز المتقدم أو المركز الأول على مستوى المدن الجديدة في الإسكان الاجتماعي عندنا نصيب الأسد في وحدات الإسكان الاجتماعي عندنا 57160 وحدة سكنية إحنا دلوقتي واقفين في المنطقة أو المرحلة الثالثة من الإسكان الاجتماعي بمنطقة الأندلس الأندلس عبارة عن حي جديد على أحدث طراز لما تتفقد الوحدات وتتفقد تتفقد اللاندسكيب هت... هتشعر ان انت في اسكان متميز منطقه الاندلس فيها ما يقرب من 12000 وحده سكنيه احنا دلوقتي خلصنا واقفين في المنطقه الاولى منها اللي خلصنا فيها 2800 وحده سكنيه المفروض خلال شهر مايو بنسلمها ان شاء الله ده بالنسبه لحي الاندلس بالنسبه للاحياء الاخرى او اجزاء اخرى من مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينه العاشر من رمضان 57000 وحده على مستوى مدينه العاشر من رمضان احنا خلصنا منها 42000 وحده وسلمناها شغالين دلوقتي في آخر 15 ألف وحدة سكنية اللي هم يعتبر موجودين في حي الاندلس. بالفعل هي نسب انجاز متقدمه يعني مشكورين ومحمودين عليها، خليني برضه اتكلم مع حضرتك على اعمال المرافق والبنيه التحتيه ماذا عنها يا فن. طبعا احنا حي الاندلس عندنا الوحدات الاسكان الاجتماعي بتكلفه 3 مليار جنيه، البنيه التحتيه من مرافق وكهرباء وميه وصرف وتليفونات وغاز تكلفتها تقريبا 1.4 مليار جنيه. كل العاملين متبع معهم هذه الإجراءات الوقائية المحت... المتبعة كما, كما تظهر الصورة من خلفي الجميع مرتدي الكمامات بالتاكيد هناك إجراءات جديدة واحترازية متبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد احنا طبعا بعد الجائحه اللي تسود العالم كله والمخاطر اللي احنا شايفينها القياده السياسيه ادت تعليمات ان احنا مع مع عجله التنميه وعجله العمل والانتاج والاقتصاد والمحافظه على الحياه المعيشيه بالنسبه للفرد المصري بنحافظ عليه هو كقوه بشريه احنا مهتمين بيها فلذلك احنا بنطبق عليها الاجراءات الاحترازيه سواء في المواصلات بتاعته سواء في السلوك البشري سواء في تعاملاته سواء في التباعد الاجتماعي أو التباعد أثناء العمل سواء في الأماكن المعيشة بتاعته في تعقيم يومي مع متابعة إجراءات الشركات في أدوات التعقيم إلى أي مدى هناك التوعية وجلسات للتوعية مع العاملين وخاصة في طائفة العمال ل يعني بتعرفوهم يعني إيه فيروس كورونا إزاي نقدر نقي نفسنا من فيروس كورونا إلى أي مدى هناك توعية وجلسات للتوعية مع العمال في المواقع بشكل عام؟ طبعا التوعيه احنا بالنسبه كمجتمع مصري الموضوع بالنسبه لنا بنركزين على التوعيه بالنسبه للفرد لان هي القوه العظمى في محاربه او 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 مقابله الجائحه اللي احنا عايشين فيها التوعيه بتفهموا ان سلوكك ازاي باثناء الازمه لو في مشكله احنا طبعا كل الشركات عندها الرعايه الطبيه او او الاجراءات الطبيه من قياس إيه درجه الحراره من الكمامات من التعقيم ادوات التعقيم من تعقيم المناطق او أماكن المعيشه او اماكن الاقامه كل الاجراءات ديت احنا متابعينها بأول باول نقدر نقول مشروع الاسكان الاجتماعي في مدينة العاشر من رمضان ينتهي بشكل كامل إمتى إن شاء الله آه، 2020،, آه، 2020 ان شاء الله ان شاء الله السنه دي باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تم تسكين برضه اكيد ان شاء الله نهايه 2020 هيخلص الاسكان الاجتماعي في مدينه العشر من رمضان وزي ما انت شايف كده الشكل المتميز مع تطور في الاداء بالنسبه للشركات وبالنسبه للتصميم انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل ويعني وارجو السلامه بالطبع لجميع العاملين بهذا الموقع وبالطبع جميع المصريين ان شاء, إن شاء الله شرفتونا يا فندم في العشر من رمضان شكرا فيروز ده كان لقاءنا مع المهندس المهندس خالد شاهين وهو رئيس جهاز مدينه العاشر من رمضان اطلعنا على تفاصيل مشروع الاسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان ونسب الانجاز فيه وايضا عن الاجراءات الاحترازيه والوقائيه المتبعه لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد. الان عوده مره اخرى اليك فيروس في الاستوديو. محمد بهاء مراسل اكثر شكرا جزيلا لك وشكرا لضيفك الكريم.